الساعة 10 مو بترى الساعة 10 تفضل عماري صفاء مدوار الشيخ بعد الشيخ مسعود المدرسة القرآنية الإمام نافع بولاية الكبار متحصلة على المرتبة الأولى ولائيا بعلامة 19 ونصف. كان بفضل الله عز وجل الحمد لله أن من علينا بهذا التفوق والنجاح إضافة إلى دعم وتشجيع الوالدين حفظهم الله ورعاهما ودعم الأستاذة الكريمة أستاذة شريف المسلمية وأيضا من الإصرار والعزيمة المتواصلة في الحفظ وتدريس القرآن الكريم. إننا سعداء بحضور هذا المشهد العظيم من حفظة القرآن الكريم بمناسبة تكريمهم، وهم من الشبان والشابات وأصغر ولد حفظ القرآن 11 سنة، وهذا شيء نادر ومهم. وكذلك كثير من البنات يحفظن القرآن كله وبعضهن يحفظ نصفه، وهذا شيء عظيم. فالقرآن حفظه الله تعالى، إنا نحن نزل الذكر وإنا له الحافظون، ولذلك لا ينقطع أبدا بخلاف الكتب الأخرى، لا يوجد من يحفظها، ولكن المسلمين وحدهم هم الذين يحفظون كتابهم في القلوب وفي الأوراق والسطور وفي المسجلات الإلكترونية اليوم. ولهذا فنحن نشكر إخوتنا المعلمين الذين عكفوا على تعليمهم، ونشكر أولياءهم الذين شجعوهم على الحضور وعلى الحفظ، وهذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى. فنشكر الله ونحمده على هذه النعمة المهمة. القرآن لا ينقطع، هو عمود المسلمين وأساس حضارتهم وأساس وجودهم الأخلاقي والديني، فهو مصدر حضارتنا ومصدر وجودنا الأخلاقي. ونرجو الله سبحانه وتعالى وندعوه أن يديم علينا هذه النعمة من حفظة القرآن إلى يوم القيامة. والسلام عليكم. شكرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن نعيش هذا اليوم لحظات إيمانية وطنية خالصة وصادقة. هذا يوم من أيام الله، لأنه يصادف أولاً يوم الشهيد الذي دعا باسم الله واستشهد، ويصادف يوم الإسراء والمعراج أيضاً، هذه المعجزة النبوية التي ربطت بين الأرض والسماء، ويصادف أيضاً يوم تكريم حفظة القرآن للجيل الزاحف بالمصاحف، وهذا كذلك نعمة من نعم الله على بلادنا. إذن ماذا يمكن أن نستفيد من الاحتفال بيوم الشهيد وبكل هذه المناسبات؟ المعنى الأساسي لما نحتفل به اليوم هو الوفاء لمبادئ الشهداء ومبادئ العلماء ومبادئ المجاهدين والصلحاء. كيف نكون أوفياء لهم؟ بأن نجسد القيم التي استشهدوا من أجلها، وأن نعمل على تطبيق المبادئ التي جاهدوا في سبيلها، وهي الحفاظ على وحدة الأمة وحدة الوطن، والحفاظ على دين هذا الوطن الإسلامي الذي بفضله كان الجهاد وكان الاستشهاد. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب، ولا تنسوا تفعيل الجرس.